بنكمل حديثنا عن إنجيل يوحنا والفكر الموجود جوه الإنجيل. كنا بنتكلم المرة اللي فاتت على بعض المقاطع اللي المسيح بيفردها جوه، يعني وبيقدمها لنا يوحنا جوه الإنجيل ده. كلمات الرب يسوع المسيح بالذات لما بيقول أنا هو، فشفنا كذا مرة أنا هو. هنا بنتكلم على خطوة جديدة أو نقطة جديدة بيتكلم فيها المسيح، هي أنا هو خبز الحياة. في إنجيل يوحنا إصحاح 6 بدأ من الآية 22، مقطع كبير بيتكلم فيه على أنا هو خبز الحياة. لكن عشان نفهم النص محتاجين نعرف هو كان بيقوله إمتى. قالوا بعد معجزة إشباع الجموع، لما الجموع جت تمشي وراه، فبقولهم أنتوا بتعملوا للطعام الباقي، بتدوروا على الأكل لكن اعملوا للطعام الباقي. وبدأ الحوار إن هو بعد ما أشبع الجموع، الناس طبعا اندهشت وقالوا هو ده النبي اللي جاي العالم، وكانوا عايزين يعملوه ملك. لكن لما بدأ يتحاور معاهم، بص نلاقي إنه الرغبة بتاعتهم إن يعملوه ملك تتقلب فجأة تبقى نوع من العداوة. وهنا بيبين لهم إنه أنتوا جايين تمشوا ورايا عشان بس تاكلوا، وعايزيني ملك عشان تاكلوا، مش عشان تعيشوا الحياة اللي أنا عايز أديها. فوراهم الدافع المادي اللي ورا تبعيتهم، مش بيتبعوه علشان أمنه أو علشان اقتنعوا بيه، هم بيتبعوه لأنه هو ده الشخص اللي هياكله، عشان كده بيتبعوه. هنا بيلفت نظرهم إلى نوع تاني من الخبز، عشان كده في المقطع ده في جزئية شوية حساسة قوي، هي أني أكل جسدي وأشرب دمي. بيستخدمها كتير قوي بعض الناس اللي هيتكلم عن التناول، لكن هي في الكونتكست ده هو مش بيتكلم على التناول. الكونتكست ده كان بيتكلم على مشكلة الناس اللي ماشية وراه علشان تاكل أكل مادي، مش تدور على حاجة روحية. فالفكرة هنا إنه بيستخدم لغة تصويرية فيها ميتافور، فيها تصوير بلاغي على إنه تاكلوني أنا، تؤمنوا بي أنا، تكوني تتغذى عليا. فده اللي كان شاق بالنسبة لهم، وده اللي مازال شاق بالنسبة لناس كتيرة لما بتيجي تقرأ النص ده. فطبعا بالتالي ده بيحول نظره، بيفهمه على انه بيتكلم على التناول. لكن هنا هي هو مش بيتكلم على التناول، بيتكلم على الإيمان بابن الله الحقيقي، مش بس كواحد بيأكل خبز، لكن ده الخبز الحقيقي النازل من السماء. فقالوا له ماذا نعمل، ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أحد الآيات الهامة جدا في المقطع ده. فأجاب يسوع هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسل. يبقى هما متعودين يسألوا طب نعمل إيه؟ قول لنا نعمل إيه؟ واحد اثنين ثلاثة هننفذه. المسيح بيقلب الموضوع خالص، بيقول لهم العمل اللي أنا عايزكم تعملوه أنكم تؤمنوا. تؤمنوا والله، تؤمنوا بالله أرسل. طب نؤمن بيك إزاي؟ إيه الآية اللي تديها لنا عشان نؤمن بيك؟ فبيبتدي جادله، طيب هتقول لنا ايه عشان اقول لك؟ مع انه لسه هو عامل ايه بهتتهم، لكن ما زال الشعب العنيد هو هو. اباؤنا اكلوا المن في البريه وماتوا. فبدا يقول لهم يسوع الحق الحق اقول لكم، ليس موسى اعطاكم الخبز من السماء، بل ابي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. لان الخبز خبز الله هو النازل من السماء عشان يجيب حياه للعالم. مش مجرد من هياكلوه وهيشبعوا، مش مجرد شوية غذاء مادي، لكن الحقيقة انه ابي اللي اداكم المن هو ده اللي بيديكم حقيقي الخبز الحقيقي اللي هيديكم الحياة الابدية. طب مين هو ده؟ انا هو خبز الحياة. من يقبل الي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش ابدا. يعني لو جيت لي مش هتجوع، لو امنت بي مش هتعطش. عشان كده هيقول لهم ايه؟ كلوني واشربوني. فمن يقبل إلي، يعني يأتي إلي ويؤمن، لن يجوع، مش تحتاج لحاجة تانية، تشبع، هتاخد الحياة. ومن آمن به فلن تعطش، لأنه خلاص ارتويت. الكونسبت هنا هو تصوير المسيح للموضوع ده على أنه زي الأكل والشرب غذاء. فلما هيتكلم بعديها على طول يقول أنه من يأكل جسدي واشرب دمي، هو هنا مش بيتكلم على أكل وشرب حرفي، لكن بيتكلم هنا بلغة تصويرية أو لغة فيها نوع من المجاز. باسم عندي سؤال. اتفضل.
العدد اللي في السلايد اللي قبل كده اللي بيقول أبائنا أكلوا المن في البرية، أنا شايف إنه يعني هم حطوا الحقيقة دي قدام الرب يسوع وسكتوا كده، مش عارف كانوا عاوزين إيه بالظبط في الحتة دي. يعني تعليقك إيه على عدد 31 ده؟ هم بيقولوا له انت تورينا ايه الايه اللي توريها لنا عشان نؤمن بيك زي ما امنا بموسى. موسى ورانا ايه انه اكلنا من السماء. I got it. يعني دي ايه اتنين كان انت عندك ايه؟ I got it. انت عندك ايه؟ معناه هو لسه قبليها مأكلهم، ان يعني لسه هو عامل معجزه، هم مندهشين. لكن بدأ المسيح يلفت نظرهم انه مش موسى هو اللي اداكم الاكل، لكن ده ابي هو اللي اداكم الخبز. لا حلو كده. Thank you. شكرا. لما بيبتدوا يتجادلوا معاه بيقول لهم يعني انتوا مش قدروا تفهموني لانه محدش يقدر يقبل الي ان لم يجتذب ابي الذي الاب الذي ارسلني وانا اقيم في يوم الاخير، لانه مكتوب في الانبياء ويكون الجميع متعلمين من الله. فكل من سمع من الاب وتعلم يقبل الي، ليس ان احد راى الاب الا الذي من الله، هذا قد راى الاب. الحق الحق اقول لكم، من يؤمن بي فله حياه ابديه. الفكره هنا انه المسيح بيقول لهم كلامي مش لاقي صدى جواكم لانه في مشكلة، انه لو الاب ما كانش اجتذبكم انتم مش هتفهمون مش هتقبلون، لانه مكتوب في الناموس او مكتوب في الـ في الـ في الـ في الانبياء انه ويكون الجميع متعلمين من الله، عشان كده انتم مش راضين تقبلوني. فالاستنارة الحقيقية اللي بتيجي للانسان مش بتيجي بسبب معرفة، بسبب حكمة شخصية، بسبب تجربة شخصية، لكن بتيجي بسبب انه الله اعلن لك واعلن لي الله بيجتذبنا الى شخص الرب يسوع المسيح. فالمعرفة هنا مش ممكن تتم بعيداً عن الإعلان الإلهي وبعيداً عن شخص المسيح. فعشان أفهم الله وعشان أقبل إلى الله محتاج أن الله ينور بصيرتي ويجذبني فآجي إلى الإعلان الحقيقي الرب يسوع المسيح وكلمة الله، فيبتدي يحصل جوايا التغيير ده وابتدي أقبل هذا الكلام. لكن بدون كده مش هيحصل ولا حاجة في حياة الناس. عشان كده كل محاولة بتتبذل بعيدا عن الحق الإلهي وبعيدا عن شخصية المسيح بتبقى محاولات كلها باهتة، والنتيجة بتبقى باهتة وسيئة مش حقيقية. لما بنبتدي نجتذب الناس بطرق مختلفة، لما بنبتدي نحاول يعني نبقى لطاف جدا عشان نبسط الناس، في النهاية الناس بتيجي لكن مش بتاخد حاجة، فبتيجي تتفرج على شو، تتفرج على اي شيء، لكن لم يحدث اكتذاب للنفوس دي من قبل الله ولا اعلان ليهم من خلال الكلمه ومن خلال شخص الرب يسوع المسيح. المن في الواقع لما بيتكلم عنه الرب يسوع انه كان مجرد رمز لحاجه جايه، يعني اللي انتوا كلتوه ده كان رمز لحاجه حقيقيه. انا حقيقه ليه؟ لأن المن اللي انتوا كنتوه في البرية ما اعطاكمش حياة، ده كان مجرد طعام جسدي، وبالتالي الأجداد بتاعتكم ماتت. انتوا تعاملتم مع الله بتمرد وعدم إيمان، عشان كده الأب ما اكتذبهمش ولا تعلموا من الله. لكن المسيح بقى في المقابل هو الخبز الحقيقي الحي النازل من السماء، إذ لما أتعلق بيه لما أكله هنا يحصل انه يهبني حياه وبيضمن لي عدم الموت. فهنا في مقابله جميله قوي بيقول لهم الخبز اللي انتم بتدوروا عليه زي ما ابائكم اكلوا منه في البريه، الخبز ده لا هيشبعكم ولا هيديكم حياه، وبالتالي هتموتوا وهتفضلوا دايما في حاله العصيان بتاعتكم، هتفضلوا دايما في حاله عدم الايمان، لانه ولا كلامي ليه صدى جواكم ولا الاب اكتذبكم. فانتم زي ما انتم في نفس الحاله الاولى بتاعت ابائكم. أما اللي أنا جاي أقوله عليه إن أنا الحقيقة، أنا الخبز الحقيقي نازل من السماء. لو كلتني لو شربتني هترتوي، مش بس كده، أنا هاهبك حياة أبدية وبالتالي بضمن لك عدم الموت. فالمقابلة اللي بيعملها المسيح هنا بيقول لهم الرمز والحقيقة. والسمات المميزة للمسيح أو لهذا الخبز النازل من السماء، واحد أنه خبز حي، فهو مش مجرد أكل، هو في ذاته عنده حياة زي ما شفناه قبل كده، قال أنه زي ما الأب عنده حياة في ذاته كذلك الابن أيضا، هو يقدر يعطي هذه الحياة لأنه صاحب الحياة. هو جديد
متجدد دائما، عشان كده يتناسب مع الحياة الجديدة. لما بيقول الرسول بولس انه لبستم الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالقه، فكأنه المسيح مش مجرد حكاية قديمة، المسيح شخص حي حقيقي كل يوم بيمشي معايا، كل يوم بيقودني في حاجة جديدة، كل يوم بيمشي بيا خطوة أعمق، فكل يوم في جديد وكل يوم في غذاء يناسب المرحلة الجديدة اللي انت فيها او اللي انت فيها. الخبز ده مش بس حقيقة انه خبز نازل من السماء، فهو مصدره السماء، بالتالي ما تقدرش تشتريه، مش مجرد عيش بيتباع في الفرن يعني، لا ده خبز جاي من فوق، فهو عطية مجانية، عشان كده هو هبة من الله للإنسان. طب أخده إزاي؟ فقط أنك تقبل إليه، تؤمن به، تقبله بالإيمان. اسمه خبز الحياة، فاللي يأكل منه مش بيموت لكن يقدر يعيش للأبد. طبعا ده مش ممكن ينطبق على الخبز المادي اللي احنا بناكله. الخبز ده بيقول عليه هو جسدي المبذول لأجل حياة العالم، وهنا الحديث بيتكلم عن الخلاص اللي هيتقدم للعالم من خلال صليب المسيح، من خلال موته الكفاري، عشان كل واحد بيؤمن بهذا العمل، بهذا الجسد اللي اتكسر على الصليب وبهذا الدم اللي اتسفك على الصليب، ينال منه الخلاص، ينال منه الحياة الأبدية، ينال منه الإنقاذ من الموت ومن الدينونة. فكل اللي بيقول عليه المسيح بيتكلم عنه في صورة تعبيرية، إنه لو أكلتني ولو شربت دم، لأنه واضح من هنا إنه هو بيقارن ما بين فكرة الخبز القديم أو المن اللي كان نزل من السماء وبينه هو كالمن الحقيقي اللي نازل من السماء. عشان نختم هنا بنقول، هل بنتكلم المقطع ده عن التناول من مائدة الرب؟ هنمشي مع بعض واحدة واحدة ونشوف. أولا الحوار جه بعد معجزة إشباع الجموع، ده تقريبا كان قبل حدث العشاء الأخير، عشاء الفصح، قبليه بسنة، لأنه العشاء الأخير حصل بعد الحادثة دي بسنة، واللي فيه أتم الرب أو أسس الرب فريضة التناول. العشاء الأخير كان مرتبط بالفصح، بعشاء الفصح بحسب الطقس اليهودي، ما كانش مرتبط بمعجزة إشباع الجموع، عشان كده الكونتكست هنا مختلف تماما. فاحنا بنتكلم سنة قبل تأسيس فريضة التناول أو فريضة كسر الخبز. اثنين، الكسر الخبز كان مرتبط بعشاء الفصح، وده كان مرتبط بحسب الترتيب اليهودي. الهدف من كتابة الإنجيل الرابع كان أساساً هو الكرازة، مش وضع التفاصيل والحاجات العقائدية الصعبة اللي ممكن تخلي الناس تبقى حيران. هدفه الكرازة، فمش هدفه أن يتكلم عن فريضة التناول، لكن هدفه أن يجلس. عشان كده بقول أنه هذه كتبت لكي تؤمنوا باسمه عشان يكون لكم حياة. فالتفسير النص هنا، التفسير يعني هو مكتوب بأسلوب مجازي، هو مكتوب بميتافور، مكتوب بطريقة فيها استعارات. عشان كده أنا هروح أفهم الأسلوب اللي مكتوب به، فأنا مضطر أفهم ما يدور في ذهن المسيح، أوكي؟ وبكده أنا مش بكسر القاعدة بتاعت التفسير الطبيعي المباشر الحرفي، بالعكس أنا بشوف الأسلوب اللي اتكتب بيه عشان أطلع المعنى المباشر اللي كان في ذهن الكاتب أو كان في ذهن المتكلم. فهنا بنروح بنبص على شخص المسيح، لأنه هو بيتكلم عن نفسه، فأنا بفسر الكلام بتاعه، فبفهم هنا بشكل أوضح. اللجوء للتفسير المجازي هنا مش ان انا بغير المنهجية او بلعب حتة مجازي وحتة مش مجازي، لكن لانه النص مكتوب او الكلام اللي قاله المسيح في كتير قوي من التعبيرات المجازية، في كتير قوي من التصوير البلاغي، انا بمشي مع الاسلوب اللي هو كاتب بيه او اللي هو قايل. انا مش بغير المعنى، لكن انا بحاول افهم هو بيقصد ايه من خلال اللي كان بيقوله.
فالمسيح ما كانش بيقصد فريضة التناول، لكن كان بيتكلم على الخلاص، وكان الأمر مرتبط بمعجزة إشباع الجموع، مش مرتبط بتأسيس فريضة العشاء الرباني. فريضة العشاء الرباني أسست بعدها بسنة لما المسيح كان بيعمل مع تلاميذه عشاء الفصح، فده ملوش علاقة بده. الصورة اللي بيقدمها المسيح أو الصورة اللي بيقدمها النص ده عن المسيح كخبز الحياة، وبعدين بيقدمها عن الشخص نفسه أنه يقبل إلى المسيح أو يأكل المسيح، بتوري لي أن المسيح كان بيمزج ما بين الأسلوبين، الأسلوب المجازي والأسلوب غير المجازي. يعني من يقبل إلي اللي يجي لي ده أسلوب مش مجازي، واللي يأكلني ده أسلوب مجازي، أو يعني هو حط فيه تصوير. فاللي كان بيقصد فيه المسيح أنه بيقول الكلمة، بيقول الفكرة مرة مباشرة ومرة بطريقة تصويرية. فالعايز اللي عايزين نفهمه هنا أن إزاي أنا بمشي مع النص، أنه النصوص دي فعلا صعبة، لأنه جملة متقالة بشكل حرفي، جملة تانية بيستخدم تصوير، جملة بشكل طبيعي جدا، جملة بيستخدم استعارة. فإزاي أعرف أمشي مع الكاتب أو مع المتكلم هنا اللي بيحاول يقدم بكل الصور، بيقدم فكرة بتاعة الخلاص. فواضح من خلال النص أنه المسيح لما بيقول أنه من يقبل إلي أو يؤمن بي هو الشخص اللي هيكوني، أو قالها بصورة تانية مجازية، أنه يأكل المسيح كخبز يعطيه الحياة. فهنا الفكرة بتاعة أكل جسد المسيح وشرب دم المسيح تعني الإيمان بالمسيح على أساس أنه الكفارة اللي فعلا هتخلص واللي هتنقذ من الموت وتنقذ من الخطية وتهبك حياة، لأنه في النهاية بيقولهم هذا هو الطعام الباقي للحياة الأبدية. بالطبع مع 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 كامل تقديرنا وتقديسنا واحترامنا لقدسية فريضة العشاء الرباني وممارسة هذه الفريضة، إلا أنه عمرنا ما بنقول ولا في تعليم في أي كنيسة بيقول أنه مجرد التناول من مائدة الرب سيعطيك الحياة الأبدية، لأنه ده مخالف نصوص الكتاب تماما. إنما إحنا بنشترك في صنع هذه الذكرى أو في مائدة الرب تحت أي مسمى في أي طائفة، لأننا آمنا بالمسيح، فنحن نصنع هذا لذكرى ألام وموت وقيامة المسيح، ولأننا نتحد في الخبز الواحد. إنما في حد ذاته التناول لا يعطي الحياة الأبدية، لكن هنا هو بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن نفسه إن هو الطعام الباقي للحياة الأبدية. دي نقطة كنت بتكلم فيها، إن العشاء الرباني سواء كنا بنتناراه ذكرى أو في بعض الكنائس اللي بتشوف إن هو تحول أو استحالة، التناول في حد ذاته لا بيخلص ولا بيهب حياة أبدية. عشان كده المسيح لما جاء يأسس الفريضة دي ما ذكرش خالص أي حاجة عن الحياة الأبدية ولا عن الخلاص، لكن يقول إيه؟ خذوا كل هذا هو جسدي، هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك من أجلكم أو من أجل الكثيرين. العشاء الرباني من المفترض إنه اللي بيشترك فيه ناس أوريدي مؤمنين وأوريدي نالوا الخلاص والحياة الجديدة. فإحنا مش بنعمل العشاء الرباني علشان الخاطي يجي ياخده فيخلص، ده كلام مش صحيح. لكن اللي بيشترك في مائدة الرب هم مؤمنين حقيقيين مولودين من الله ونالوا الخلاص المفروض. عشان كده لما بنعتقد ان النص ده بيخاطب الخاطي ان ياكل جسد المسيح ويشرب دمه على اساس ان التناول هيشيل خطيته، ده تفسير خاطئ. لان الانسان لو ما كانش نال الخلاص بالايمان من المسيح لن يجديه التناول، ومش المفروض يكون بيشترك في هذه المائدة. تصريح المسيح عن نفسه أنه أنا هو خبز الحياة هو أول تصريحاته التصويرية أو المجازية اللي هيستخدم فيها عبارة أنا هو، وهيبتدي يقول عن نفسه كذا حاجة. أنا هو نور العالم. أكيد أنا بفهم كلمة نور العالم، مش بفهم أنه هو مثلا لمبة، لكن بفهمها أنه بيقصد أنه هو
النور اللي بينور في ظلام العالم ده بشكل مجازي بشكل تصويري، لما بيقول انا هو الباب باب الخراف، هو بيقصد حاجه مش ان هو بقى باب. لما بيقول انا الراعي الصالح، المسيح ما كانش راعي بيرعى خراف، لكن بيشبه نفسه بحاجه، انا هو القيامه والحياه، انا هو الطريق والحياه والحق، انا هو الكرمه الحقيقيه. كل دي تصويرات المسيح بيشبه نفسه بصوره وحاجه. فهنا مش ممكن اقول عن المسيح انه بقى شجره كرم عشان امشي تفسير حرفي، لا، انا هنا لان هو بيستخدم اسلوب فيه بلاغه وفيه تعبيرات وفيه استعارات وفيه مجاز. المفسر اللي بيفسر تفسير مباشر لابد انك تلجا الى المجاز علشان تفهم هو بيقصد ايه، وده اللي هو بيشرحه لما يقول انا هو الكرم الحقيقيه وابي الكرام، كل غصن يثبت فيا انقيه لياتي بثمر، والغصن اللي مش بيثبت ابي يشيله عشان ينقي الكرم. فبيشبه الحياه بتاعتنا بارتباط بيه زي الشجره اللي ايه فيها فروع وفي افرع بتتنظف عشان الشجره تكبر وتنمو. اذا المسيح هنا مش بيقول عن نفسه ان هو هيتحول يبقى كرمة، ولا ان احنا بقينا اخصام، لما يدي صوره تشبيهيه عشان يعبر عن الفكر. فمن خلال كل التعبيرات اللي هيتكلم فيها انا هو ديت، هتلاقي دايما هو بيركز على فكره الارتباط بالايمان بيه عشان تنال الحياه ابديه. بالتالي هنا لما بيقول انا هو خبز الحياه وانه ليكني ويشرب دمي، هو مش بيقصد فيها هنا التناول، لكن بيقصد فيها الايمان والارتباط بشخص الرب يسوع. احد المقاطع الثانيه الهامه هي انهار الماء الحي اللي موجود في يوحنا 7:37-39، من امن به كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. تعالوا نشوف الخلفيه التاريخيه بتاعه النص ده علشان مهم نفهمه، لانه الخلفيه هتساعدنا قوي نفهم الحكايه. في المشهد ده كان المسيح واقف عند الدرج ده. ده الهيكل، ده المبنى اللي هو محدش بيدخله غير الكهنة. هنا في فناء ورا البوابة دي، كان في فناء هنا في المسبح. ده الساحة اسمها ساحة النساء، دي اللي كان بيتواجد فيها اليهود. وفي هنا أسوار يمين وشمال، وبراها في ساحات أخرى بتاعة الأمم أو اللي هم اليهود بالأصل الأمم. المسيح كان واقف في المنطقة دي، ولما بيقول في يوم الأخير العظيم من العيد اللي هو اليوم الثامن في احتفالات عيد المزار اللي هي تقريبا لسه خلصانة من كام يوم عندهم حاليا، احتفال عيد المزار ده هو آخر عيد بيجي عند اليهود زي ما درسنا مع بعض، بيجي في الشهر السابع في السنة الدينية، يبتدي من يوم 15 إلى يوم 23. في اليوم الثامن كان بيخرج رئيس الكهنة مع فرقة من الكهنة، يخرجوا من الهيكل ويروحوا بركة سلوام يجيبوا مية، يجيبوها في إناء من فضة أو ذهب زي اللي احنا شايفينه ده كده، وبيطلع فوق الدرج وبيسكب المية دي في اتجاه الشعب. ولأنه العيد ده كان مرتبط بفكرة الحصاد الأخير، آخر حصاد بيجمعوه الفاكهة الفواكه اللي هي بتطلع في فترة الخريف، فبيشكروا الرب على الخير وعلى المطرة بتاعت السنة اللي فاتت، وبيصلوا وبيطلبوا المطرة الجديدة. فكانت سكيب المية دي كأنه بيتوقعوا وبيطلبوا وبيشكروا ربنا على المطرة بتاعت السنة الجاية. هنا وقف الرب يسوع وفي مشهد جميل جدا بيسترجع ليهم آية من سفر أشعياء ويشرح، يقول الرمز بتاع الكلام ده كله موجود قدامه. في أشعياء 12 بيقولهم كده، تستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. الطقوس اليهودية طبعا زي ما احنا عارفين كلها حاجات متشافة وملموسة، وكتير منها مرتبط بحياتهم الطبيعية، الأكل والشرب والحصاد والزرع. لكن وقف يسوع وقال لهم إن عطش أحد فليقل إليه. هنا لو أنا مش فاهم الخلفية دي، لو أنا مش فاهم المية دي بيتكلم عليها جاية منين، إيه الحكاية،
مش هفهم قوي هو قصده، لكن من هنا احنا بنعرف انه ده كان عيد اخر عيد، وكان المية بتنسكب من هنا علشان كأنها بركة، او ينتظروا يتوقعوا الخير بتاع السنة الجاية من امطار عشان الزرع بتاعهم يكون زرع ناجح. مرة تانية هيستخدم الرب يسوع المزيج ما بين الكلمات الصريحة وما بين الكلمات المجازية، ما بين الجمل الواضحة جدا والجمل اللي فيها ميتافور أو فيها كنايات. زي مثلا من يقبل إلي ومن آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. بكل تأكيد أي حد هيقرأ النص ده هيفهم أنه من يقبل إلي ومن آمن بي ده عبارة صريحة جدا ما فيهاش أي نوع من المجاز. إنما كلمة تجري من بطنه أنهار ماء حي دي صورة تعبيرية، لأنه بكل تأكيد مش معقول في نهر هيجري من بطن واحد، ولا إنه لو فتحنا بطن واحد هنلاقي نهر. كل دي تشويه، وبيقصد إنه هتشبع من المية وهتفيض كأنك بتفيض ماء حي. وبعدين يوحنا في النص ده هيفتح قوسين وهيفصل لي المسيح كان بيقصد ايه. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مسؤولين ان يقبلوه، لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد، ان يسوع لم يكن قد مجد. فيوحنا بيفصل لنا المعنى وراء هذا التصريح، ان المسيح كان بيقصد من كلمه ماء الحي انه بيقصد بيه الروح القدس. اذا النص نفسه هنا فهمني وفرض عليا انه الكاتب أو المتكلم هنا بيستخدم تعبيرات مجازية. فخلي بالك كلمة ماء حي هنا بيقصد بيها الروح القدس. يبقى أخدي مالكم لما أنا مشيت كده أنا بفسر تفسير مباشر، لأني بقول ماذا يقصد الكاتب أو ماذا يقصد المتكلم. فبيشرح يوحنا بيقول أنه الماء الحي ده هو عبارة عن الروح القدس اللي كان المؤمنين بالمسيح متوقعين أو منتظرين أنه هيقبلوا. نلاحظ حاجة، أنه يوحنا مش بيقول أنه روح القدس ما كانش موجود قبل كده، أو أنه شيء جديد، أو أنه اختراع جديد في المسيحية. لا، هو عارف أنه روح القدس كائن أزل، أنه ده الله، لكن بيحدد بشكل خاص أنه اللي أمنوا بيسوع كانوا لسه ما خدوش الروح القدس. خلي بالنا يوحنا بيكتب سنة 85 ميلادية، يعني بعد حدث اليوم 50، فهو فاهم كويس قوي، عشان كده بيقول انه كان متوقعا او كان مزمعين ان يقبلوا. فبيقصد خدمه الروح القدس الجديده انه يسكن في المؤمنين بيسوع. ده اللي حصل لما انسكب الروح القدس على التلاميذ او على المؤمنين يوم 50. فالتعليق بتاع يوحنا هنا اداني بعد جديد للنص، فهمني ايه المقصود بكلمه ماء حي او نهار ماء حي، وفهمني انه ده حدث مستقبلي، وانه ده حدث حصل في يوم 50 لما الروح القدس نزل على التلاميذ او انسكب على التلاميذ. طيب النقطه الثانيه، انه يوحنا بيقول ان يسوع لم يكن قد مجد بعد، لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. ممكن نفهم ان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد، لأنه فاهمين أنه حصل يوم 50 بعد قيامة المسيح وبعد شعوره. طيب إيه المقصود لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد؟ دي الأسئلة اللي احنا عايزين نسأله. إيه المقصود بكلمة تمجيد المسيح؟ وإمتى حصل تمجيد المسيح؟ ومين هم المؤمنين اللي يسوع اللي كانوا منتظرين أو كانوا متوقعين أن يقبلوا الروح القدس؟ وإمتى تحقق هذا الأمر؟ تمجيد المسيح وامتى حصل؟ تمجيد المسيح بيعني انه استرد حالة المجد بتاعته اللي كانت ليه منذ الازل، واللي لما اتجسد هو اخفاها او حجبها طبعا علشان يظهر في الجسد، زي ما مكتوب في فيليب 2:7 اللي هي نص بتاع الاخلاء. لكن بعد ما خلص عمله الكفاري وصعد السماء، تمجد المسيح وجلس عن يمين العظمة في الاعالي، والمرة دي جلس وهو انسان أو هو متحد بالناسوت. تعالوا نشوف النصوص عشان نفهم إيه المقصود.
في يوحنا 17:5 بيقول: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. يبقى المسيح واعي جدا أنه بيطلب من الآب أنه بعد ما هخلص الفداء المطلوب مني أو اللي أعمله، مجدني بقى أنت بالمجد بتاعي اللي كان عندك منذ تأسيس العالم. ده مجدي الأصلي اللي موجود عندك، مش حاجة أنا بسرقها أو حاجة باخدها غصب عن حد، ده بتاعي يعني. بس خلي بالنا أنه هو بيطلب ده وهو النهاردة أو في الوقت ده كان متحد بالناسوت، متحد بينا. فالمجد اللي بيسترده المسيح بيسترده وإحنا معاه، وبياخده وإحنا معاه، فبنشاركه في ده. أو هو بكل بساطة كده ولا هو أراد أنه يشركنا معاه في هذه الأمجاد. في مرة 16-19 بيقول عن المسيح أنه بعد أن ثم أن الرب بعد ما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. هذه التمجيد أنه رجع تاني وجلس عن يمين الله. في بطرس الأولى 3:22 بيقول عن المسيح الذي هو في يمين الله: إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. عبرانيين 1:3: بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. فيلبس سفانوس بعد وهو بيترجم بيقول كده عنه أنه شخص إلى السماء وهو امتلئ بالروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. يبقى التمجيد هو بعد أن أتم المسيح فداء وكفرته وصعد إلى السماء وتمجد مرة أخرى أو عاد إلى مجده الأصلي بأنه يجلس في السماء وأنه يجلس عن يمين العظمة في الأعالي. بس افتكروا أنه المرة دي هو عمل كده وهو متحد بينا كجسم بشريته أو الناسوت اللي هو أراد وحب أنه يفضل متحد به إلى الأبد. طيب مين هم المؤمنين بيسوع الذين كانوا مزمعين أن يقبلوا الروح القدس؟ هم كل الناس اللي قبلت رسالته وقبلت خلاصه وقبلت صليبه أخذوا منه حياة جديدة وكانوا منتظرين حاجة. المجموعة كانت حوالي المسيح دي كانت منتظر حاجة. هو قال لهم استنوا لغاية لما تاخدوا روح القدس. يمكن ما كانوش في الأول فاهمين، لكن كل واحد آمن امتلأ من الروح القدس، وإن الروح القدس روى داخله وخلاه هو نفسه يكون من بطنه بتجري أنهار ماء حي. طيب حصل إمتى الكلام ده؟ اتحقق في يوم 50 زي ما حضراتكم عارفين، حلول الروح القدس لما سكن على المؤمنين، وده تم فعليا بعد صعود المسيح وبعد تمجيده، تم في يوم 50. يبقى اذا من الكلام بتاعه هنا بفهم كويس قوي انه اخذ صوره من العهد القديم بتاعه الميه، وخد الايه والوعد تستقون مياه بفرح من النبي خلاص، وراح قال لهم الميه دي مش هي الحقيقه، الحقيقة عندي أنا. إن عطش أحد، أنتوا عطشانين شوية مطر تيجي تسقي أرضكم، لكن إن عطش أحد فليقبل إلي، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. وسكت. لكن يوحنا الروح القدس فتح القوسين وقال لنا، قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنين به مزمعين أن يقبلوه، أن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. يبقى إذن ما كانش ممكن يجي الروح القدس قبل ما يسوع يتمجد. ففهمنا امتى يتمجد؟ بعد ما يخلص فدائه ويصعد ويسترد مجده الازلي، لكن المره دي بيسترده وهو متحد بيه. فيبقى انسكاب الروح القدس بالطريقه بتاعت الكنيسه ما كانش ممكن يحصل قبل صليب المسيح وقبل تمجيد المسيح. ودي احد الاسباب اللي بتخلينا نقول ونشوف انه في تايمينج للكنيسة مختلف، وفي انتيتي أو كيان الكنيسة يختلف عن الشعب القديم. الشعب القديم شعب إسرائيل رغم أنه شعب الله ورغم أنه الروح القدس كان بيشتغل فيه، لكن الروح القدس ما سكنش فيه، مرتاحش، ما فضلش قاعد فيه زي ما حصل معانا بعد يوم 50. ففي حاجة مختلفة، عشان كده بنقول في اختلاف بين الاثنين. هما شعب الله فيهم حاجات كتيرة أسماء مشتركة، لكن في فرق كبير بين الاثنين.
ما اقدرش اقول ان الكنيسه كانت موجوده قبل يوم الخمسين، لانه الكنيسه بدات يوم الخمسين. بالتالي يوم الخمسين هو بدايه لتدبير او حقبه الكنيسه اللي اتكونت بسبب انسكاب روح القدس. ولما نزل روح القدس على مؤمنين بالمسيح جمعهم في جسد واحد، هو جسد المسيح. لانه نفهم من افسس ان المسيح بعد ما صعد اصبح راسا للكنيسه، جسد وملء الذي يملا الكل في الكل. طيب لما هو بقى راس الجسد ده اتكون زي روح القدس، نزل وبدا يضم افراد جديده للكنيسه اللي هي جسده، فيصبح هو راس للعيله الجديده دي، راس للجسد الجديد. فكل من امن الروح القدس بيزرعه ويضم الى هذا الجسد. بنقول تاني انه الامر ده لا ينطبق على اي تدبير او على اي فتره تانية قبل او بعد الكنيسه. فالكنيسه حاله متميزه. طبعا في ناس بتقول انه الكنيسه موجوده من اول ادم، في ناس بتقول ان الكنيسه موجوده من اول موسى، في ناس بتقول الكنيسه موجوده من اول يوحنا، حاجات كتير قوي. بس اعتقد لما نفهم النصوص دي الدنيا تترتب قدامنا، انه اعتقد ان الكنيسه بدات يوم الخمسين، واعتقد انكم توافقوني. نص تاني من نصوص انا هو او ايجو ايمي، انا هو نور العالم. هي برضو عايز اقول حاجه في كلمه انا هو، الكلمه اليوناني يعني لو هو قال ايمي يكفي، مش محتاج يقول الفاعل. ايمي ده الفيرب، فيرب تو بي، مش محتاج يقول ايجو. ايجو يعني انا، لكن عشان يقول ايجو ايمي هو بيعمل دبلينج للفاعل، بيقول الفاعل مرتين. وهنا معناها هنا في تاكيد على مين هو، وفي تاكيد على انه بيستخدم نفس الطريقه اللي موجوده في العبري بتاعت اسم يهوه، اهي الذي اهي. فانا هو مش مجرد بس ان بيقول عن نفسه انا، لكن هنا هو بيستخدم نفس التعبير القديم بتاع اللي فاهمينه اليهود بتاع يهوه، بتاع اهي الذي اهي. فبيركز على انا، بيقدم نفسه انا. انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمه بل يكون له نور الحياه. مره ثانيه هنرجع للهيكل وفي نفس المكان، لكن في موسم ثاني او في عيد ثاني، كان تقريبا بعد العيد اللي فات ده بحوالي شهرين، ده عيد الهانوكا او الخانوكا بحسب الكلمه العبري اللي بيحتفلوا بيه تقريبا في ديسمبر او في الكريسماس. وفي العيد ده بينوروا منارتين كبار قوي او اربع منارات كبار قوي في ساحه النساء، نفس الساحه اللي احنا قلنا عليها هناك، ادي درج الهيكل اهو اللي كان منسكب من عنده الميه. هنا في الفراغ اللي فيه المسبح، وده الجزء المقفول اللي محدش بيدخله غير الكهنه في باب هنا، ده القدس وقدس الاقداس. المسيح رغم انه صاحب كل الهيكل ده وهو السيد وكل حاجه، المسيح ما تخطاش الحيز المسموح له وفضل هنا. المسيح ما دخلش خالص الهيكل لانه مش من الكهنه، لكن كان هنا. ده المربع او ده الفراغ الكبير اللي بيعبد فيه اليهود، اوكي، ممكن يتواجدوا كمان هنا. في حائط هنا وفي حائط الناحيه الثانيه واروقه، وكان الشخص التهود او اللي جاي من الامم بيعبد في المنطقه البعيده دي كده من اليمين والشمال، ما يقعدش جنب اليهودي. المهم في عيد الحنوكا ده فكرته، ده مش موجود في العهد القديم، ده موجود في سفر المكابيين، وده حاجه قوميه عند الشعب، انه لما جددوا الهيكل بعد ما واحد اسمه أنتيخوس أبيفانس دنس الهيكل وقعد لفتره سنوات الهيكل مقفول وقدم عليه خنزيره ذبيحه للالهه ديانا وبهدل الدنيا في الهيكل، فجد عائله المكابيين في الاخر بعد ما انتصروا وبعد ما الملك مات جددوا الهيكل، فتحوه طهروه ونظفوه. ولما حبوا ينوروا المنارات كان عندهم زيت قليل، الفكره بتاعته ان هم يعني طلبوا من ربنا
انه زيت يكفي في الزيت مش بس نور، ده نور 9 ايام. عشان كده في الحنوكا او عيد الحنوكا ده بيولعوا كده شمعدان، فيه 9 شمعات وكل يوم يولعوا شمع. في العيد ده كان الشيء اللي بيمارس انه بينوروا المنارات الكبيره دي، فكل المنطقه بتاعت ساحه النساء طبعا بره الهيكل كلها بتكون منوره. بيبقى احتفال وترانيم وهيصه وحاجه جميله. ففي المشهد بتاع المنارتين دول او الاربع منارات حسب ما في ناس بتقول اربعه وناس في المشهد ده بيقف الرب يسوع المسيح بيقول لهم انا نور العالم. الموضوع مش الانوار بتاعتكم، حتى الموضوع اللي كان زمان عندكم عمود النور اللي كان بيقودكم وعمود السحاب اللي كان بيقودكم ده الرمز بتاعي انا الحقيقه. فانا هو النور الحقيقي، انتوا مش محتاجين نور من بره، محتاجين نور من جوه. بعد ما اتكلم عن الـ عن الـ عن الحي عن الماء الحي وبعد ما بعد كده بيتكلم عن الـ 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 النور ما بينهم، الناس جت او الفلسطينيين جم يكلموه او جم يمتحنوه في المرأة اللي مسكت في ذات الفحل. المنارات برضه على فكره كانت بتنور اثناء الاحتفال بالعيد بتاع المزار، بس في عيد التجديد اللي هو عيد التجديد الهيكل كان بينوروا برضه هذه المنارات. فبعد ما المسيح اتكلم عن الماء الحي اتكلم عن النور، بس بين الحدثين جابوا المراه اللي امسكت في ذات الفعل ووقفوها قدامه وقالوا له تقول ايه بقى؟ تقول ايه؟ هل هتكسر الناموس ولا هتمشي مع الناموس وتموت الست دي؟ هتعمل ايه؟ عايزين نشوفك هتعمل ايه؟ وقف يسوع طبعا بكل حكمه اللي بيبين ان هو النور اللي فحص كل القلوب دي وفحص كل الامور دي كلها. والمسيح بكل دقه وبكل محبه بيحقق الرحمه والعدل. لو انت ما في حد فيكم من الخطيئة على الجنة كله بيبعد، المسيح بيتقدم وبينقذ الست دي. فين اللي بيدنوكي؟ ولا احد ولا انا كمان. لما وقف المسيح بيقول انا هو نور العالم، انه الشخص اللي هيؤمن بيا هيمشي، مش هتمشي في الظلمة، هتمشي في النور، لان الحياة بالنسبة لي هي النور. خلي بالنا يوحنا في اول انجيله بيتكلم عن النور، عن الحياة، كلام عن الظلمة وعن الموت وعن الخطية. فحاجة من الاثنين، يا إما تكون في النور اللي هو الحياة، يا إما تكون في الظلمة والعالم الخطية. زمان أهليكم أو الشعب القديم كان الرب بيقوده بنور من الخارج، لكن النهاردة زي ما بيقول يوحنا في إنجيله برضه صح الأول آية تقريبا 5 أو 6 بيقول إيه، كان هو النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان هتين الى العالم. فالنور النهارده هيبقى من جواك، انا هنورك لان انا النور. عشان كده بعد شويه قال لهم انتم نور العالم. يبقى من هنا بفهم انه بيبتدي يقول عن نفسه انا النور، والنور دايما في فكر يوحنا مرتبط بالحياه، مرتبط بالانقاذ، مرتبط بالتواجد في علاقه مع الله عكس الظلمه والموت والعالم. الحوار ده كمان هنبص نلاقي انه جه او الكلام بتاع المسيح ده جه بعد حادثة المرأة وبعد حادثة شفاء المولود أعمى. الحالتين الفريسيين واقفين، في المرة الأولى جايبينها وكأنهم فحصنها وبيدينوها، لكن بيثبت لهم ان انتم مش شايفين حاجة، انتم في الظلم، عشان كده بيدينوا الست دي. الحالة التانية بنشوف الأعمى، المولود أعمى، هو بيفحم أو يفحم المبصرين العميان. أعمى، مولود أعمى، ما شافش نور قبل كده، بيتقابل مع المسيح فبيؤمن بالنور. فلما جم يقوموه ويسألوه بيقول لهم
ده في هذا حاجة زي ما تقول على ده خاطئ من ثبات. عمرنا ما سمعنا عن حد فتح عينين أعمى إلا لو كان الله معه. أنا أرى إنه ده نبي. فبدأوا يعني يثوروا عليه ويشتموا اعتمد الله. إيه اللي حصل؟ لو أنا بعرف حاجة واحدة، أنت بتقول عليه خاطئ، أنا بعرف حاجة واحدة، أني أنا كنت أعمى والآن أبصر. فالمسيح أو يعني أقول إيه، إنه ترتيب إنجيل يوحنا كان في مشهد بيعمل كونتراست ما بين الظلام والنور، وبيقدم لك في النهاية المسيح اللي بيقول عن نفسه أنا هو النور الحقيقي، النور العالم. ففي الفشل بتاع الفريسيين في حالة المرأة وفي حالة الرجل المولود أعمى، بيقول لك إنه الفريسيين دول هم اللي في الظلمة، لا الخاطئ ولا الشخص اللي مولود أعمى قالوا هذا أخطأ أم أبواه. الحقيقة كل ده كلام فارغ. الناس والحكم العالم ده في الظلمة، مش شايفين دور العميان الحقيقي، لكن اللي بيتبعني أنا يسلك في النور. فالمرأة المدانة دي لما صدقت فيه تبررت، والرجل الأعمى المولود أعمى لما صدق فيه أخذ البصر، ويقول له أنا هو نور العالم. تجربته الشخصية اللي بيقولها الأعمى ده إني أنا كنت أعمى والآن أبصر، ما عنديش حاجة تانية أقول، أنا عندي اختبار حقيقي، أنا واثق في الشخص ده. تقولوا عليه خاطئ، تقولوا عليه أي حاجة، أنا عارف إني أنا كنت أعمى والآن أبصر. لو لم يكن هذا من الله، هذا الرجل من الله، لم يقدر أن يفعل شيء. مش من الطبيعي إن واحد يخلق الأعمى عيون إذا لو الشخص ده كان من الله. لكن الناس عملت فيه ايه، او الفريسيين عملوا فيه ايه؟ طردوه بره المجمع. الغريبه انك تلاقي المسيح راح له بعد ما طردوه وبيقول له اتؤمن بابن الله؟ فيقول له من هو يا سيد حتى اؤمن به؟ قال له انا هو الذي يكلمك. المسيح في مرات قليله قوي بيكشف عن نفسه، بيقول انا هو ابن الله، انا هو المسيح. مره قالها للراجل ده، مره قالها للسامريه. في ناس اللي هي الغلبانة خالص اللي مش شايفة اللي كانت ضايعة، ليه يقول لهم أنا هو ابن الله؟ الأعمى لما سمع الكلمة دي قال له إيه؟ قال له أؤمن يا سيد، راح عمل إيه؟ سجد له. جزء من عبادتنا الحقيقية لما تفتح، جزء من اللي يخليني فعلا أقدم عبادة لله، بالتسبيح بالصلاة بالسجود بالحمد، هو كل ما علي فتحت، وكل ما شفته، وكل ما عرفته أكتر، كل ما يزداد اندهاشي بي أكتر وتعجبي بي أكتر، فأسكت وأعبد أكتر زي الرجل الجميل. أنا هو الراعي الصالح. تعالوا نختم بديت. أنا هو الراعي الصالح في يوحنا 10. والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراب. يكمل يقول كده المسيح، أما الذي يدخل من الباب فهو الراعي الخراف، هذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. عايز أرجع معاكم للخلفية بتاعة النص ده، أو إيه الحكاية بتاعة النص. الرعاة دول كانوا يبقى واحد عنده قطيع كبير بيقسمه ويدي لبعض الرعاة. كل راعي معاه مجموعة من الغنم يخلي باله عليها. كان في شلترز أو أماكن كبيرة مقفولة بيبيتوا فيها الغنم في بعض الأوقات. فبيحطوا مثلا بيجي 10 رعاة يدخلوا الغنم بتاعهم كلهم في الشلتر ده أو في المكان المقفول ده. يجي الصبحية الراعي بتاع كل قطيع يخبط على الباب. ولما يخبط على الباب، البواب الحارس للشلتر ده أو للحظيرة دي يسأله مين أنت؟ يقوله أنا فلان الفلاني، فيفتح له. لما يفتح له في عنده 10 قطعان. طب مين فيهم بتاعك؟ وهتعرفهم إزاي؟ مجرم خرفان. يبتدي كل راعي عنده صفارة معينة، عنده صوت معين بيعمله، يبتدي يندح على الخرفان بتاعته أسمعها. الخروف لما يسمع صوت الراعي بتاعه على طول يتحرك ناحيته. فالراعي مش بيبذل مجهود ان يبتدي يفتش مين الخروف بتاعي، لا، هو بيعمل صوت بينده اسمائهم، فيبتدوا
عارفين صوته يجري ايجو عليه، عشان كده بيقولهم ان الخراف بتسمع صوته خيال الخراف الخاصه باسماء ويخرج ويخرجها، يطلع بيها من الشلتر ده من الحظيره دي وياخدها الى المراعي ويأكلها. فدي دي الفكره بتاعت النص بتاعت الحته دي. وبعدين يقول لهم انا باب الخراف. في فرق بين ان البواب يفتح له الباب او انه يدخل من الباب، هنا باب ده بتاع الحظيره المقفول. لكن لما بيقول عن نفسه انا هو باب الخراف ده موضوع تاني. بعد ما يخرج بيهم وربما كان يمشي مسافات كبيره في الـ في الـ في الـ في البريه يدور على المراعي، في بعض الاوقات كان يضطر يبات بيهم في حته مفتوحه زي كده او مكان متصور بس ملوش سقف. فكان الراعي يعمل ايه؟ يقف عند الفتحه دي كده او هنا، وهو يعمل نفسه الاول الباب، بحيث وهو بيدخل الغنم بيمسك غنمه غنمه يفتش عليها، يشوفها لو مجروحه لو متعوره لو فيها مشكله، لو كانت عندها الذباب اللي بتديهم في الانف يسكب طيبه، يسكب الطيب عنده او الزيت. اوقات يجي له حشره تضايقه هنا فيبتدي يحك دماغه يعورها فيحط له زيت على راسه، عشان كده المزمور الراعي بيقول له مزحت بالدهن راسي كأسي ريا. كل دي معاملات بتاعه الراعي مع الخروف، يخلي باله عليه. وبعد ما يدخل خرافه واحده واحده يروح هو نايم عند باب الباب المفتوح ده كده زي ده اهو، ينام هنا كده. ليه؟ لانه اولا الخراف تبقى مرتاحه خالص. ليه؟ لانه هو الحامي بتاعها بيحميه. الحاجه الثانيه هو عمل هو بقى هو نفسه البوابه اللي بتقفل عليه، فاي حرامي او اي ذئب جاي يهجم على الخراف دي لابد انه عشان تخش هنا محتاج تتواجه مع الراعي. فكانه بيقول له يعني على جثتي انك تدخل، عشان تدخل تاخد خروف من دول يبقى لازم تعدي عليا انا الاول، لازم تقتلني انا الاول. فعشان كده بيقولوا ايه راعي صالح يبذل نفسه عن خراف لانه بيحميها، هو حاطط نفسه هنا في المقدمه. فالموضوع ده لي الجمال بتاع النص انه المسيح بياخد حكايه من الحاجات الحقيقيه الملموسه بتاعته في يشبه نفسه بيها. عشان كده بيقول انه هنا في تصويرات وصور بلغية محتاج أفهمها. بيقصد إيه؟ يقصد إيه بكلمة أنا هو باب الخراف؟ ويقصد إيه بالبواب اللي بيفتح له؟ وإنه الأجير أو اللص بيجي من الشباك مش هيدخل من الباب. في الشالترز دول في شبابيك، عشان يجي واحد يخطف الخروف مش هيخبط من الباب، هينط من الشباك يخطف خروف لأنه عدد كبير قوي. لكن الراعي الحقيقي بيدخل من الباب لأنه مش خايف، عنده خرافه جوه وداخل يجيبه. كل دي حاجات محتاجة نفهمها في النص عشان نعرف أبوه. طبعا البلاغة العالية قوي هنا مش يعني مش وليد صدفة، لكن بنتكلم على أولا دي كلمات رب يسوع، ثانيا اللي بيكتبه يوحنا بيكتب كلمات فعلا بأسلوب عالي قوي، أسلوب جميل قوي، بيمزج ما بين الثقافة والفكر والبيئة اليهودية اللي كانوا عايشين فيها وبين المعاني اللاهوتية والمعاني الروحية الكبيرة اللي المسيح عايز يقولها. لو حبينا نطبق الكلام اللي بيقول المسيح على علاقته بينا كشعب، أولا إن هو الراعي الصالح اللي بيبذل نفسه عن رعيته. هنا يوحنا بيستخدم كلمة هوبر أو هوبير اللي بتعني لأجل أو بدلاً من، for the sake of or instead of. فالراعي الصالح بيبذل نفسه بدل رعيته أو فداءً لرعيته أو من أجل رعيته. اثنين بيقول عنهم إن هم خاصته بتاعته، فهو يعرفهم وهم يعرفوه، بيسمعوا صوته، بيميزوا صوته عن صوت الغريب. هو الراعي الحقيقي اللي بيدخل من الباب، ما هوش نص، عشان كده هو مؤتمن من قبل الله الآب على هذه الرعية، فبيسميه رسول بطرس في رسالته إنه رئيس الرعاة، لما يحفز الرعاة اللي ماسكين الكنائس إنه
يرعوا رعاية الرب بكل أمانة، لا عن اضطرار بل باختيارهم وإرادة حسنة دون الطمع. بيقول لهم عشان لما يظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل. الراعي بيسدد احتياجات الرعية بتاعته ويحميها، يعني هو بيهتم بأكلهم بشربهم براحتهم بصحتهم، بيفتش على كل خروف منهم، مش بيسيبهم عرضة مثلا للحشرات، عرضة للجوع للحر للبرد، هو واخد باله منهم كويس قوي. وبالتالي ده بينعكس في الصورة بتاعت المسيح ان هو واخد باله مننا كويس قوي، عشان زي ما الراعي بيحافظ على خروفه انه ما يهلكش، وبيقول لك كمان انا خرافي في يدي ولن تهلك بل انا بحفظ. هو باب الخراف زي ما شفنا، فهو المدخل الوحيد الى الله عشان الراعي يدخل الله، وهو ايضا اللي المؤمن من خلاله اللي عامل زي الخروف يقدر يدخل ويخرج، يعني تقدر تدخل وتجد راحه وتقدر تخرج للخدمه، ترجع تاني وتخرج تاني، لانه في النهايه انت فيه وهو معاك. بيقول حاجه لطيفه جدا انه الرعيه دي الاب هو اللي اديها له، وبالتالي الابن بدوره يهب هذه الخراف وهذه الرعيه حياه افضل. كلمه حياه افضل هنا بيعني حياه من نوعيه افضل، فيها بعد انه حياه ابديه، فيها بعد انها حياه متميزه لانها حياه الله اللي فيك. بعدين بيقول ولي خراف اخر ليست من هذه الحصيره ينبغي ان ناتي بها. طبعا احنا ممكن ناخد النص على بمعنى انه خراف من خارج الدائره المسيحيه، لكن هنا هو بيتكلم على انها خراف من خارج الدائره اليهوديه، خراف من الامم هيجي بيها عشان يكونوا كلهم رعيه واحده مع راعي واحد هو الرب يسوع المسيح. فسواء كان الخراف دي من اليهود او من الامم، الاثنين اصبحوا رعيه واحده للراعي واحد هو الرب يسوع المسيح. اوكي، اي اسئله؟